وخلال استضافته في نشرة سابقة، أكد سعادة السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين أن الثمان سنوات الأخيرة شهدت تقدما في كافة المجالات داخل جمهورية مصر. الثمان سنوات الأخيرة يعني هم نطلق عليهم الجمهورية الجديدة بقيادة يعني فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستنادا أيضا وتطبيقا لما تفضلت وذكرت جمهورية التطوير. كيفما يعني يتراءى للعيان وللجميع، يحرص السيد رئيس الجمهورية على تقديم مصر جديدة بكافة نواحي التقدم في كافة المجالات، بهدف وهو هدف طبعا تحقيق النماء والرخاء وبناء المواطن المصري وتقديم الحياة الأفضل. فبنشهد طبعا أولا يعني بسط كافة عناصر الاستقرار في على مستوى الدولة، ثانيا الاهتمام بقطاع التعليم وتطويره بشكل كامل، النقطة الثالثة طبعا الاهتمام بالنهضة الصناعية لمصر استكمالا للنهضة السابقة اللي بدأت مع ثورة يوليو، الاهتمام بقطاع التعليم والنهضة طبعا العمرانية الشاملة.